دونك احنا التمرين ديالنا هو اننا بغينا نخدموا على واحد ليست فيو ديناميك اللي غادي نعمروها من داكشي اللي غادي يكتب ليوتيليزاتور في واحد ايديت تكست. اذا غنمشيو للبروجي ديالنا ونكرييو اكتيفيتي جديده. هذه فرصه باش نعرفوا الا بغينا نكرييو اكتيفيتي جديده. نكليكي بالضغوط وندير نيو وكنختار اكتيفيتي، وهاد اكتيفيتي غنختار امتي اكتيفيتي، يعني بغيت واحد الاكتيفيتي تكون خاوي، وغادي نعطيها الاسم ديالها مثلا سميتها تي بي ليست فيو. الا بغيتها هي اللي تكون غتيكزيكوت عليا نجربوه، كنكليكي على هاد لانشر اكتيفيتي، يعني باش تكون عندها لا كاتيجوري لانشر. الا بغيتها يعني هي اللي تجرب لي، دونك ها هي غتسكري لي خاوي. القضيه ديال لانشر الا دخلنا شفناها في المانيفيست هنا في هذاك اندرويد مانيفيست. دابا فاش تناخد الاكتيفيتي ديالي اللي هي يا تي بي ليست فيو، كنلقاها زادها واحد الانتنت فلتر دو تيب ميل اكتيفيتي، عطاها لاكسيون ميل وعطاها الكاتيجوري لانشر، يعني باش تولي تتيكزيكوتا. نقدروا نحيدوها من لي زوت، نقدروا نخليوها غير في وحده فيهم، انا هي اللي تكون كنبداو بها، نقدر نخليوهم كامل ماشي مشكل. دونك دابا هاد لاكتيفيتي هادي غنمشي نصوب ليها لو ديزاين. هنا اول حاجه نقدروا نخدمو بالكونسترينت لايوت كما كتلقاو في الفيديوهات اللي عندكم، وسينو نقدر نبدل ونخدم مثلا باللاينر لايوت. المهم لاينر لايوت فاش تنخدم بيه تيخاصني اوتوماتيكمون نزيد ليه لا تريبول اللي سميتو اوريونتاس، باللي كيحدد ليا واش بغيتو فيرتيكال ولا هوريزونتال. فيرتيكال باش يستف ليا لي زيليمون اللي غادي يكونوا يعني فيه. ممكن انني نخدم في هاد الاكتيفيتي ديالي بالديزاين، ولكن هنا نقدر انا بغيت نبدا نكتب لكم لو كود اكس ام ال، سينو انني كنجلس في ديزاين. هادشي الطريقه اللي كنديرها معكم دائما. دونك غنحتاج اول حاجه هو واحد الايديت تكست، دونك هذاك الايديت تكست هنايا غادي ندير ليه ماتش بارنت في الويد، يعني تنقول ياخذ العرض كله اللي عند لو بير ديالو. لو بير هي هاد اللاينر لايوت، يعني غيتيسع في الويد، غياخذ العرض اللي قادو. بالنسبه للهاي او لا لونغور غنقول ليه خذ غير الطول اللي محتاج به فقط، ما تاخذش يعني ما تاخذش كل شيء. الا درتي ماتش بارنت بحال غادي يكبر، ياخذ لك اتساع كامل ديال هذاك لو بير ديال سي بون. دونك ياخذ لك كل شيء الفورمولا ولا الاكتيفيتي الا درتي لي ماتش بارنت. هنا غادير له وراه كونتنت باش تقول لي خذ القياس ديالك، بيان سور القياس اللي محتاج، بيان سور كي قلنا بالنسبه للويد والهاي نقدر انا نلعب عليه وناخذ هنا غير فالور. شفتوا تكتب اون فالور بالدي بي تقدر تخدم عليها. سينو حنايا كي قلنا كنديرو ماتش بارنت في الحالة العامة إلا بغيت ما كانش عندي مشكل. هذا بالنسبة للهاي والويد، مي أنا هنايا غنحتاج له الأي دي، دونك غادي ندير له أي دي، غندير له أرباس بلوس إي دي باش نقول ليه بأنه جديد، ونسميه كيما بغيت. مثلا هنايا غادي نسميه إيديت واحد، وملي تنسالي الخدمة اللي عندي كنسمي. هذا بالنسبة لازون دو تكست. أبخي غنحتاج واحد لو بوطون، دونك غادي نديرو بوتون بي بي ماجسكول، حتى هو نفس الحاجه بالنسبه للويد، نديرو مثلا ماتش بارنت والهاي نقول له خد وراق كونتنت، يعني غير قياسك. الا بغيت نعطيه ان تكست اللي غادي يكون مكتوب فيه نسمي اجوتي، او نقدر ندير هنايا الاي دي ديالو اللي غنخدم بان ليسنر، ما غنخدمش هنا بان كليك مباشره، ما غنخدم بان ايكوت. دونك بحال الطريقه اللي كاينه عندكم في لوكور، حيت الطريقه الاولى ديال اننا نخدمو بان كليك هذيك درناها في التي بي الاول، هنا غنخدمو بالطريقه الثانيه ديال انني نخدم بان ايكوت. دونك غادي نعطيه الاي دي ديالو ونقول ليه راه سيت ان نوفو ايدي، يعني داكشي باش عندنا هذاك لو بلوس، نسميه مثلا بوت ان، يعني لو بوطون ان ونسد تري بيان. دونك ها هو عندي لو بوطون، غتبقى خاصاتني ليست فيو فين بغينا تافيشا لينا المعلومات ديالي. دونك ليست فيو حتى هي نفس الفكره بالنسبه للويد، نقدر نعطيها العرض كله، وبالنسبه للطول نعطيها وراك كونتست.
يعني تتاخذ القياس اللي محتاجه فوالا. وهاد ليست فيو حتى هي غنحتاجو نعطيو ليها الاي دي ديالها باش نخدمو بها في لو كود ديالنا جافا. دونك ال اس تي انست، انا تعلمت هنا انني نكتب لو كود اكس ام ال، لانني كنأكد لكم انه الا بغيتو تجروه ممكن تجروه من الباليت، ولكن اي اليمون جريتو داك لو كود اللي كيجينيرا خاصك انت كديفلوبور موبايل تكون فاهم. فلذلك انا وريتكم كيفاش نقدروا حنايا نكتبوه. دونك من ورا ما كنساليو لا بارتي ديالنا ديال الديزاين، غنمشي مباشره لو كود. لو كود غنجي الفوق في لا كلاس ديالي، نديفيني الايديت تكست اللي غادي نحتاج. دونك غنديفيني ايديت تكست، غنسميه مثلا او ا، وغادي ندير غنديفيني حتى لو بوطون غنحتاجوه نسميه بي ا، وغادي نحتاجو ليست فيو نسميوها ال. دائما كنجيو الاون كرييت انيشاليزيو فيها. دونك او ا هو اللي غادي نجيبوه باستخدام فايند فيو باي اي دي، الار اللي هي اللي كيكونوا فيها جميع لو ريسورس غناخد انا الاي دي، وغنشوفوا هذاك الاو ا سيت ان ايديت تكست. دونك انا شنو سميتو ايديت تكست ايديت واحد. من بعد عندي بي ا اللي هو لو بوتون، دونك غادي ندير فايند فيو باي اي دي ار بوان ايدي بوان سميتو بي، وغادي نجيب ليست ديالي ال ان ايكال فايند فيو باي ايدي ار بوان ايدي بوان ليست. دابا باش درت هذاك الترابط بين لو كود جافا ولو كود اولا الويدجيت اللي كاينه عندي في اكس ام ال والفيو اللي كرييت انا دابا هنايا في جافا. كي قلنا في جافا كيتسموه دي فيو. دونك اول حاجه غادي ندير هي غنمشي نخدم على الكليك لو بوطون بالطريقه ديال لي سبا. دونك كندير بي ا اون اون سيت، ونشوفو خاصو يعطيني كليك. دونك ندير ليه كليك ديريكتومون نشوف واش فوالا اون سيت اون كليك ليست سيت اون كليك ليست، ونبدا خدام نيو وندير ليه ثاني كليك. انا هنا بحال تنكتب غير الكلمه اللي عارفه. دونك هنا غادي ندير ليه كليك فوالا، غيعطيني كليك الفيو لا فيو ديالي اون كليك ليسنر. يعني غتكري لي واحد لا كلاس انونيم اللي فوسطها واحد لا ميثود اللي خاصه بلا جيستيون ديال لو كليك على هاد لو بوطون. هذا خدمتي غتكون هنا، هنا هو لو كليك سوغ لو بوطون. اللي بغى يخدم بالطريقه الاعتياديه يقدر، ولكن حنا هنا بغينا نستخدمو لي زيكوتور. دونك دابا ملي اشنو غندير انا ملي كيتكليك على البوطون؟ بغيت نعمر ليست فيو. اذا حنا باش نعمرو ليست فيو غنحتاجو واحد لا داتا سورس ديالنا المرحله الاولى. دونك داتا سورس كي خدمنا في التمارين الاولى خدمنا على تيب ديال طابلو ستاتيك. دابا حيت هاد الداتا سورس ديالنا ما عندهاش طاي فيكس، كما كتعرفوا فاش يكون عندك طابلو خصك تعطيه لا طاي ديالو. دابا الا ما كانش عندك طاي فيكس غنخدموه بالري ليست اللي هي عباره على واحد لا كوليكسيون ما كتحتاجش تعطيها العدد ديال لي زيليمون اللي فيها. دونك انا غندير الري ليست نسميها مثلا دي اس اللي هي داتا سورس ايغال نيو، نكري واحد الاري يعني واحد الكونستركتور نستخدمو باش نكري واحد لوبجي من هاد لا كلاس هادي. دونك هنا غادي ندير ليه سترينغ ونسد. في الاول كرييتها خاوية حيت في الاول ليست فيو غتكون خاوية، وهنا في الكليك فاش كيتكليكا غنبدا نعبر ليست فيو ديالي. دونك اولا المرحله الاولى هنايا غادي نزيدو الادابتر ديفينيوه. دونك بالنسبه للادابتر اللي كنخدمو به هو اري ادابتر كي قلنا في الكور ديالنا، فاش يكون عندي واحد طابلو كل سوسوا طابلو عادي ولا طابلو دو تيب يعني اري ليست ماشي مشكل. دونك هنا غندير سترينغ حيت انا خدامه على لي شان دو كاركتير، نسبي مثلا دي ار تي
ونجيتال كليك على الانيسياليزي دي ار بي ايكال نيو، حيت هنا فين غنبدا نعطيه المعلومات نيو الري ادابتر. هنا غادي نعطيه سترينغ، وهنا غادي نعطيه اول وحده اللي هي الاكتيفيتي ديالي. الاكتيفيتي تاعي سميتها تي بي ليست فيو، تي بي ليست فيو، دونك تي بي ليست فيو، وغادي لها بوا 10 باش يخدم غير على الاكتيفيتي اون كور. من بعد هنايا كتعطيها اللايوت اللي بغيتي، يعني الديكور اللي عندك. حنا بوغ لانستون كنخدمو عادي، يعني على هاد الاول الار بوا لايوت و وكناخدو هاد سامبل ليست اسم، وفي الاخير كنعطيه الداتا سيت او لا داتا سورس اللي عندي. هنا غادي نمشي لهذيك ليست فيو ال ا ونستخدم سيت ادابتر ونعطيها، نقول لها ها هو الاداباتور اللي غادي يعمر المعلومات ديالك مزيان. دابا المشكلة اللي عندي هو ان هذيك الدي اس باقا خاوية. حنايا شنو غادي نديرو؟ هذيك الدي اس بما انها سيتين كوليكسيون دونك غتكون عندها واحد لا ميثود اد اللي كتعمرها، وغادي نعمروها بداكشي اللي كاين في الايديت تكست. الايديت تكست عندي هو او ان، غنجيبو المعلومات ديالو باستخدام جيت تكست و نديرو تو سترينغ، حيت انا خصني نحولها شاد دو كاركتير، معنديش بان الدي اس غيكونو فيها لي شاد دو كاركتير. فوالا دونك هادشي اللي كاين، هذا هو لو كود اللي كاين. دابا الا جربتو انايا غادي نجربو في التليفون عندي.